نظمت جمعية الضباط المتقاعدين بالتعاون مع رابطة الاجتماعيين الكويتية حلقة نقاشية حول الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء، وذلك بحضور عدد من المهتمين والمختصين لتوضيح الأثر الإيجابي والسلبي حول الترشيد لما فيه من تأثير مباشر على المجتمع والبلاد. نعم، الأحمال الكهربائية بالطبع تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة التي من شأنها الضغط على محولات التغذية، مما يسبب خروجها المؤقت عن الخدمة في بعض المناطق. نتابع مشاهدينا المزيد عن أهمية السلوك المجتمعي في تعزيز ثقافة الترشيد ونتائجه بالتقرير التالي. مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف تزداد عملية استهلاك الكهرباء والماء، مما يزيد الأحمال الكهربائية، فنرى موجات من القطع المبرمج. ومن هذا المنطلق الترشيد وسيلة لتوفير الطاقة وحماية للبيئة. بالنسبة للسلوك المجتمعي لاستهلاك الكهرباء والماء، لا شك أن هذا شيء مهم جدا في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والأخوة العملاء والمواطنين يقع على عاتقهم شأن كبير في هذا الموضوع لترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والوزارة وضعت العديد من البرامج تدعم ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وأيضا قاعد تعطي حوافز لترشيد استهلاك الكهرباء والماء من قبل الدولة للأخوة العملاء. لترشيد استهلاك الكهرباء والماء فوائد عدة، منها خفض التكلفة على الأفراد وتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة. احنا طبعا اخترنا هذا الموضوع لأهميته طبعا في هذا الوقت، وخاصة في ذروة الأحمال اللي دائما تكون فصل الصيف، فنبي نوصل رسالة حق المجتمع الكويتي انه يا اخوان يعني كثر ما تقدرون حاولوا انكم ترشدون في استهلاك الكهرباء والماء، خاصة بالفترة هذه الفترة الحرجة. احنا يعني ندعو دائما السكان اللي عايشين هنا بالكويت انه يعملون على ترشيد هذه الخدمة اللي طبعا المدعومه من قبل الدوله، لان هي راح يكون يعني اذا هو رشدها وراح ينفع نفسه وغيره، يستمر الكهرباء عندنا على طول بلا انقطاع، وهذا كل اللي احنا نطمح له ان شاء الله. مع ظاهره التغيير المناخي في العالم التي ادت الى ارتفاع درجات الحراره، يتوجب علينا تعزيز ثقافه الترشيد لتحسين الكفاءه والطاقه الاستيعابيه. ترشيد الكهرباء والماء يساهم بخفض فاتورة الاستهلاك لدى المستهلك من المواطنين، كما يخفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفرة في استهلاك الوقود في محطات التوليد، لا سيما وأن الاستهلاك متزايد خلال ارتفاع درجات الحرارة. فيصل الجاسم، تلفزيون دولة الكويت.